بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. القوات الخاصة الصاعقة بنغازي. الحمد لله. الله يرحم شهداء ليبيا. الله يرحم شهداء قوات الخاصة. الحمد لله. في منطقة أنا العريف عبد العاطي عبد العزيز عبد الله الفايدي من سكان منطقة بن يونس، تم مداهمة بيت الإرهابي المعروف بإبراهيم الخضري، وهو معروف يعني بعلاج الأنصار الشريعة بالأعشاب الطبية وبالحبوب وبالحاجات يعني كيف السحر يعني أعوذ بالله. المهم الراجل هذا لقينا عنده 214,000 من رزق الشعب الليبي. لقينا عنده لابتوب مصور فيه عبد السلام الحاسي بتاع رئيس الوزراء طرابلس، مصورين في جامع، مجتمعين في جامع مع ابراهيم الخضري. هذا الشخص هذا لقينا عنده الفلوس هذينا، لقينا عنده اللابتوب برا، فيديوهات لقينا عنده، فيديوهات لقينا عنده، ولده مصاب في المستشفى ومعاه، ولقينا عنده ثلاث شنط متفجرات، معلش تصور ثلاث شنط متفجرات حقائب. لقينا عنده مناشير ضد النواب، ضد مجلس النواب. مناشير لو تقرب الكاميرا هنا، مناشير ضد مجلس النواب، برلمان، ضد أعضاء البرلمان، ضد أعضاء البرلمان. هذا أكد مصدر العسكري بقوات الخاصة الصاعقة. هذا جواز واحد باكستاني من داخل بيته، واحد باكستاني إرهابي، هذا واحد باكستاني أيضا، هذا واحد من جمهورية السودان، سوداني محمد منير. كم المبلغ يا فندي؟ معلش المبلغ 214,000 دينار. 214,000 دينار انصار الشريعة. هدينا رزق الشعب الليبي، هدينا ابراهيم الخضري يعطي فيه عوين ليبيا، عوين الناس يقتلوا في عويننا. هذا الكلب لاحق الله شنو هذا؟ يقتلوا في عويننا. والله اكبر ولله الحمد. من منظر الكلب يا جماعه شوف، بالله عليكم اللي يعرف الشخصيات، هذا كلب ولا لا؟ الله كلب. تبع شن جمهوريته؟ وهذه الاخت شريفه السنوسي، حماد السنوسي، الرجمه 17/4/1968. شدير عنده؟ هذه شدير عنده يعني من عفوه الشخص لا نادي منوي. لا حول ولا قوه. عندنا واحد مصري هذا، هي البطاقات هذه، هذا ايضا باكستاني، هذا ايضا باكستاني. شوف هذه قاتلوا كلهم. هذه مالي ايمان السنوسي المادي، ايمان السنوسي المادي، موظفه بمكتب الامن، مكتب شؤون الاداريه. لقينا عنده بالمنظومه بتاع اللابتوب، لقينا عنده اسماء العقداء الضباط الامن الداخلي بالكامل، حتى الرصارفه ورصارفه واحده بالكامل، العرفاء مش معقب حد. الاخ بيناوي بيصفيهم كله حاجه بالصوت والصوره يعني. محمد مصري الحيوان ريت وجهه. هذين متوفرين وجهات مع رجال الامن، 200 مجمعتهم. راجل ملك دولة. هذا شنو؟ رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. الباحث القانوني نور الدين عوض الأشرف، وتابع للنيابة العسكرية الشرقية. يعني كلام دولة، كلام جيش. هو الإرهابي كان محبوس في بسليم، وتوا قاعد مع ولده مصاب، مش عارف ان شاء الله، نقول ان شاء الله ولده باذن الله يعني موته قريبه يعني باذن الله. والله اكبر ولله الحمد. لدينا مجهودات ابطال بن يونس، منطقه بن يونس، اشكرهم عاونوني يعني الحمد لله، يعني عاونوني شباب من بن يونس. والله اكبر، عاونوا الجيش وعاونوا القوات الخاصه الصاعقه والمظلات، والحمد لله. يعني هذا كله من فضل ربي، وهذا كله ثقه بالنفس وثقه بالجيران وثقه باهل المنطقه. والله اكبر ولله الحمد. هذا مبلغ وقدره 214,000 دينار، تم تسليمه للقوات الخاصه. والله اللابتوب تم تسليمه من اجل الوطن. الله اكبر ولله الحمد. من اجل شهدائنا ومن اجل الوطن. الله اكبر. انا نقول يعني باذن الله ما دام فينا نفس ونتنفسوا باذن الله نمحوهم على فكره ابيهم باذن الله. ناخذ اي حق اي شخص مظلوم في ليبيا وبالذات في بنغازي الجريحه.
الله أكبر. أفراد قوات خاصة مجلس السائق والمظلات، نحيي كل شباب قوات خاصة، نحيي أبطال وأهالي شهداء قوات خاصة، ونحيي كمان مش نذكر شيء طيب شيء يعني كلهم الله يرحمهم. بإذن الله نحضر لهم حقهم، وبإذن الله حقهم إن شاء الله ما بيه هباء إن شاء الله. ما دام نحن بنتنفسوا أبناء اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي فناخذوا حق كل مظلوم إن شاء الله بإذن الله. والله أكبر. الله أكبر.